الفيلم العاشر أعلي زاوى 2001. الفيلم صدر عام 2000، يحكي قصة مجموعة من أطفال الشوارع في الدار البيضاء وتورطهم مع عصابة يقودها الديب. ترك العصابة يتسبب في فقدان الأطفال لصديقهم المقدم علي الذي تم إلقاؤه بتهور في صخرة وقتله على الفور من قبل أتباع الديب. في فيلم علي زاوى هذه المسألة تجعل الأولاد يشعرون بالضياع دون صديقهم الغالي الذي كان يحلم بأن يكون بحارا تماما مثل بطل الطفولة التي كانت والدته التي كانت تعمل في الدار تخبره عنه في القصة خرافية. مع استمرار أحداث الفيلم يتخذ بقية الأولاد قرارا ببذل قصار جهدهم لمنح علي جنازة مناسبة.